أسرار بن جويرة 27 سنة عضوة في حملة حسبها. المرة اللي فاتت خرجنا ضد قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة اللي ولا اسمه قانون حماية الأمنيين، وكلينا طريحة، تضربنا، تحرشوا بنا. أنا من الناس اللي تم احتجازهم، احتجزوا 5 منهم 3 نساء، قعدنا 3 سوية محتجزين من غير حتى تهمة ومن غير حتى بحث حل. كملنا نسقنا وعرفنا من النواب اللي معاونينا واللي كوردونيو معانا من داخل المجلس اللي القانون يتعدى اليوم على جلسة عامة. امبارح في الليل هبطنا ايفينمون خاطر الناس كانت شاعلة، الناس ضد القانون. واقفين اليوم باش نقولوا للنواب ما تصوتوش، باش نقولوا للنواب رانا لنا مازلنا في الشارع. يسقط حكم البوليس. اليوم اليوم قانون يتيح اليوم. التوقيف والاحتجاز والضرب والتحرش ما ينجم كان يزيدني قوة ويزيد يقدم بيا أكثر، إني يخليني يزيد نخدم أكثر ونمن بالقضية هذه أكثر. المسألة هي مسألة مبدأ، مهما صارت تضييقات، مهما عشنا قمع، مش مشكل نكملوا. فما ناس ماتت من أجل حريتنا، فنحن أقل شيء إن نكملوا نواصلوا شادين فيها. اليوم فما جينيراسيون جديدة، فما جيل جديد قاعد يتظاهر، جيل جديد قاعد يعبر بطريقته إنه ضد السيستيم القمعي هذا وضد الدكتاتورية اللي قاعدة تتأسس من جديد. حاجتنا بانتباهكم هوني، نشكركم خاطر جيتوا والجلسة راهي تأجلت، ما فماش نظر اليوم في القانون، رانا نجحنا، رانا نجحوا. من هنا اللي حدوا موعد باش نحاولوا نقعدوا في اتصال مع النواب، باش نحاولوا نلموا أكثر نواب حول ضد هالقانون، باش نحاولوا أنا ندعيوا نواب أنهم يطعنوا في دستوريته. قاعدين نحضروا في خدمة كبيرة، وأكيد واللي متأكدة منه أنا أنه أحنا اللي باش ننجحوا ضد القانون القمعي البوليسي هذا.